أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخ يقول ما هي صفة عقد الأصابع عند التسبيح؟ من يجيب؟ كيف العقد؟ كيف عقد الأصابع؟ نعم، أنت قلت هكذا، ها؟ هذا عقد أم حل؟ حل، فجوابك ليس حلا. نعم، العقد هو ثني الإصبع إلى باطن اليد، ثني الإصبع إلى باطن اليد، هذا يسمى عقدا. فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 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 ثم تحلها، ثم تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تتم بذلك. هذا هو السنة، هذا الذي يسمى عقدا. فإن جمع العبد بين العقد والحل على أي وجه كان ذلك جائزا. وكذا لو أنه اقتصر على مثاني الأصابع ففعل هكذا، قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهذا جائز أيضا. والمقصود أن السنة هو العقد برد الأصبع وتنيه إلى باطن الكف.